محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. إلى ملفنا الثاني الذي نسلط فيه الضوء على عودة الشبان الفلسطينيين الأربعة المعتقلين في مصر. القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق اعتبر إطلاق السلطات المصرية لسراح الشبان الفلسطينيين بادرة إيجابية. جاء ذلك في تغريدة نشرها على موقع تويتر. أبو مرزوق قال إن إطلاق مصر لسراح من وصفهم بالمجاهدين منذ والمعتقلين لديها منذ سنوات هو بادرة إيجابية لتعزيز الأرضية الطيبة لبناء علاقات قوية ومصالح راسخة وثقة متبادلة. أما رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية فاعتبر الإفراج عن الشبان الفلسطينيين وعودتهم إلى قطاع غزة اعتبره أمرا إيجابيا. معي للحديث حول هذا الموضوع الكاتب والصحفي عضو المكتب الإعلامي لحركة حماس سيد محمد حمادة. أرحب بك سيد محمد حمادة في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. الشبان الأربعة ها هم قد عادوا، كيف تصفون أوضاعهم؟ وهل هناك حتى الآن أي مشاكل صحية ونفسية يعانون منها؟ حياكم الله. بداية لابد أن نطلق التهنئة لكل أهالي المختطفين الأربعة ثم لكل قطاع غزة التي عاشت صرحة عارمة بالأمس، وكانت يعني كان هذا الإفراج بمثابة يعني قطر من السن وأمطار أدخلت الفرحة والسرور على كل بيت في غزة ثم في كل فلسطين، ثم أتوقع أن في كل من راقب وكان يتابع قضية هؤلاء الأربعة، القضية الإنسانية، القضية التي يعني مثلت حالة معاناة ليست بالعادية. لسؤالك بكل تأكيد يعني بغض النظر كيف كانت ظروف الأسر، فالأسر لا يمكن أن يكون حالة صحية يمكن أن يحيا بها الإنسان، لذلك نعم سيكون له من التبعات الكثيرة، تبعات صحية وتبعات نفسية، تبعات على شكل الشاب الأسير ثم على وضعه النفسي من الداخل. لكن بكل تأكيد أن هذه التبعات إذا ما وجهت بصلابة وصمود أمثال هؤلاء الذين خرجوا بالأمس يوزعون معنويات على من استقبلوهم لا يكون لها التأثير الكبير. فقد شاهدنا أستاذ محمد حول ملابسات اعتقالهم، هناك احتفاء كبير جدا في حماس لديكم بالموقف المصري الذي أفرج عنهم، ولكن لماذا اعتقلتهم مصر في المقام الأول ولماذا احتجزتهم كل هذه الفترة الطويلة؟ يعني أعتقد بأنه فيما يتعلق بأسباب الاعتقال حتى في ظروف الاعتقال ربما حركة المقاومة الإسلامية حماس تركز وفي تركيزها على إيجابية إطلاق سراحهم، إنما تريد أن تسلط الضوء على ما هو حاصل الآن، بمعنى أن يعني كثير من القضايا والملابسات ما بين حركة حماس ومصر أو حتى ما بين حركة حماس إذا ما تحدثنا عن العلاقة بينها وبين السلطة، إذا ما أردنا الحديث عن الأخذ عن التجاذبات عن المد والجزر الذي يحدث في العلاقات، فبكل تأكيد تمت محطات لم تكن بالجيدة وتمت محطات كثيرة لم تكن بالعلاقات ذات يعني يمكن. إذن كيف تصف هذه المحطة الآن؟ لكن وهل هذه الخطوة تعكس موقفا إيجابيا من السلطات المصرية تجاه حماس تحديدا؟ أعتقد بأنه يعني نعم يمكن وصفه بأنه موقف إيجابي بالفم الملآن، فنحن كنا أمام قضية أربعة كانوا في بداية اعتقالهم مجهولي المصير، ولكن بسبب إصرار حركة المقاومة الإسلامية حماس التي يعني وضعت في أولى أولوياتها منذ الشيخ أحمد ياسين عليه رحمة الله بأن العنصر البشري، وربما هنا أريد أن أستخدم أيضا لفظة استخدمها القائد القسامي الكبير عادل عوض الله عليه رحمة الله الذي قال إذا كان فيتنام غابات فيتنام هي التي يعني خبأت المقاتلين هناك فنحن غابتنا الشعب، غاباتنا هي الشعب وقلوب ومحبة الناس، فلذلك كان لهذا العنصر البشري وخاصة المقاتل المنتمي في الحركة الأولوية لدى الحركة، ومن هنا يعني كان التركيز على هذا العنصر البشري والاهتمام في قضيته أن يظل محل إصرار. فحركة المقاومية الإسلامية حماس بقيادتها لم تألو جهدا في المطالبة والمطالبة الحديثة
في بعثة الكشف عن المصير، ثم التأكد من ظروف السجن، ثم في النهاية أطلاق سراحهم. ولا شك بأن الانتقال من الإنكار بوجودهم إلى مرحلة إطلاق سراحهم لا بأن هذه تمثل حالة إيجابية وتعاطي يعني يمكن وصفه بأنه غريب أصلا. ولكن أن تتخذ القيادة المصرية قرار إطلاق سراحهم أعتقد أن هذا نعم موقف إيجابي، وربما يعني يحمل من وراءه تفاهمات حصلت في اللقاء الممتد الذي امتد على مدى 24. هل لديك معلومات عن هذه التفاهمات استاذ محمد؟ يعني ما فحوى تلك التفاهمات؟ هل قدمت حماس لا ثمنا ما مقابل الافراج عنهم؟ هذه اشاره، ربما تكون هذه اشاره لتوصل القيادة المصرية مع قيادة حركة حماس وقيادة المقاومة بشكل عام التي اجتمعت في مصر إلى بعض التفاهمات. هذه ربما تكون إشارة، نحن لم يعني يصرح أي أحد من الذين عادوا من قيادة الحركة وقيادة المقاومة بشكل عام. نعم. قيادة الفصائل لم يصرحوا بأن تمت تفاهمات يعني قد حصلت، لكن هذا إطلاق سراح هؤلاء الثمانية يعني أربعة زائد كان تمت أربعة آخرون تم إطلاق سراحهم، لابد لا شك أنها إشارة إيجابية، ونأمل أن تكون إشارة لتفاهمات تؤدي في نهاية المطاف إلى أن يكون كسر الحصار. نعم شكرا. ورفع الظلم والممتد على أهلنا في قطاع غزة منذ سنوات طويلة قريبا. شكرا لك محمد حمادة، عضو المكتب الإعلامي لحركة حماس، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا. We'll be right back.